شيء جديد انه يكون في علم شباب ورياضي ولا يتجل، انه رفع التجميد على 20 عمليه ما يخص شباب والرياضه بغلاف مالي قدره مليار فاصل 3 دينار. كذلك عده في قوس كذلك باش حتى يصبح كومبلكس مركب، راح نضيفنا راح نضيفوا تسجيل مسبح وقاعه متعدده رياضات، بهذا يصبح يعني يولي كومبلكس وين يقدروا رياضيين المنطقه ولا كل رياضيين الجزائر يعملوا فيه يعني تحضيرات ولا حتى منافسات. اغلب المشاريع هذه راح تدشن في 5 جولاي ان شاء الله.